على نار كل جاي هرولي بارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيبي إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم بإخلاص إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين للآخرين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة السابقة تعرفنا على وزن آخر من أوزان الشعر الشعبي العراقي، وهو الموشح. الموشح، وقلنا أصله الرمل، يعني هو فرع من الرمل، لون شعبي أصله بحر الرمل، وينظم قلنا رباعي. مثاله جينا ننشد كربلا مضيعينها بيها زينب قال وميسرينها، فاعلات 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 فاعلات، يسروها ولالها واحد فزع، شال حاد يضعونها بليل وقطع، جينا ننشد وين ابو فاضل وقع، ما تدلون الشريعة وينها. والقصيدة استعرضنا كيفية كتابة هذه القصيدة وكيفية تحول هذا الشاعر المرحوم الحاج زاير الدويتش النجفي من أجواء إلى أجواء كان سببها هذه القصيدة الخالدة، التي ما من سنة تمر على العالم الإسلامي ذكرى الأربعين إلا وتصدح أصوات الخطباء بقراءة هذه القصيدة، وكأن لم ينظم أحد سوى هذه القصيدة للأربعين. وهنالك في الشعر العربي العمودي قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل للحفري. كذلك من القصائد الخالدات التي تحكي مصيبة الأربعين. كيف يقرأ الموشح؟ كما قرأنا التجليبة بالطور السيد محمد صالح القزويني، وهو هكذا: جينا ننشد كربلا ضيعينها بها زينب قالويم يسرينها، يسروها ولالها واحد فزع، وشال حاد يضعونها بليلي وقطع، جينا ننشد وين ابو فاضل وقاع، ما تدلون الشريعة وينها. وكما قلنا في التجليبة، إذا ساعدكم الصوت وأردتم أن تزيدوا في حماسة الأداء
يمكنكم أن تعطوا جوابات صوتية أو تنتقلوا إلى طبقة صوتية أعلى هكذا. بس أشوف والعتب مني يزود واضربوا فاضل على النخوة يجون حق عذر يقول مقطوعي الزنود وحال ملك الموت بين وبينها. والقصيدة لها أبيات متعددة تحكي مصيبة الأربعين. نحاول أن نؤدي معا الموشح بطور العراقي طور القزويني السيد محمد صالح طيب الله ثراه مع بعض. 1 2 3 جينا ننشد كربلاء بها زينب قلويم يسراها ولا لها واحد فزع شال حاد ضعونها بليلي وقطع ما تدلون الشري ويمكن قراءة الرمل الفصيح على نفس هذا الطور الجميل هكذا. مثلا لو قرأنا تخميسا لأبيات الشريف الرضي أعلى الله مقامه يا مصابا زلزل السبع العلا وله العرش بحزن أعولا ونجيع الدمع نادى قائلا كربلا لا زلت كربا وبلا عيدا كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى صبروا يا كربلا ما جزعوا وعن الماء جميعا منعوا أي ذنب آل طه صنعوا كم على تربك لما صرعوا عيدا كم على تربك لا ما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. هذا هو الوزن الموشح وهذه هي طريقة أدائه والطور. قلنا سابقا ونؤكد للسيد محمد صالح القزويني طيب الله ثراه. والموشح يقرأ في مواكب اللطم ومواكب الزنجيل ويقرأ في الموالد والاحتفالات. الكثير من الاحتفالات الشرعية
يعني الإنشاد الديني الصحيح يكثر فيه استخدام وزن الموشح، يعني وزن الرمل. ولئن وجدتم أن بعض المنشودات التي تنشد في الإذاعات والتلفازات فأصلها من هذه الأناشيد الدينية ثم صحفت واستخدمها بعض أصحاب اللهو والطرب، يعني لم تكن الأصل هي غناء وتحول إلى إنشاد، لا، إنه إنشاد ديني واستثمره واستفاد منه أصحاب الطرب والغناء. مثال ذلك يعني في المولد عندما نريد نقرأ مثلا ممكن أن نقرأ بهذه الطريقة، وقد قرأتها في مجالسي العديد من مراجع الدين وعلمائنا الربانيين المقدسين. رغد العيش فزده رغدا، رغد العيش فزده رغدا، بسلاف منه يشفي سقمي، بسلاف منه يشفي سقمي، رغد العيش فزده رغدا، جاوبني، رغد العيش فزده رغدا، بسلاف منه يشفي سقمي، بسلاف منه يشفي سقمي، رمل الأبحر ترويه الثقات، رمل الأبحر ترويه الثقات، فاعلات 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 فاعلات. إذن هذا هو طور الموشح، طور الموشح يعني إنشاد الموشح بهذا الإيقاع، ثم بالأبيات نقرأ هكذا. البيتين الأولين قرار على نفس وتيرة المطلع، والبيت الثالث من المخمس يأتي جواب صوتي ثم نسلم هكذا. هذه فاطمة بنت أسد، أقبلت تحمل لاهوت الأبد، هذه فاطمة بنت أسد، أقبلت تحمل لاهوت الأبد، فاسجدوا ذلا له في من سجد، فاسجدوا ذلا له في من سجد، فله الأملاك خرت سجدا، إذ تجلى نوره في آدم، رغد العيش فزده، نعم، رغد العيش فزده رغدا، بسلاف منه يشفي سقمي، بسلاف منه يشفي سقمي. وهكذا يمكنكم الاستفادة من وزن الموشح في المواليد وفي المراثي، كما يمكن الاستفادة منه باللطم في افتتاح موكب اللطم في الطريقة النجفية الثقيلة الرزينة، والطريقة الكربلائية الحزينة الشجية التي تكون أسرع بقليل من البدايات في العزاء النجفي. أعطيكم نموذج ينفعكم في يوم العاشر إن أردتم أن تختموا بلطمية من هذا الوزن.
يعني بإمكانكم. جينا ننشد كربلاء بدل ما تقرؤوها نعي ورثاء، بعد المجلس تقرؤوها على شكل لطمية، تقرؤوها على شكل لطمية. فإن أردنا أن نقرأها بالطريقة الكربلائية نقرأها بهذا الطور: جينا ننشد كربلاء مضيعينها، بيها زينب قالوا ميسرينها، يسروها ولالها واحد فزع، وشال حادي يضعونها بليلي وقطع. جينا ننشد وين ابو فاضل وقع، جينا ننشد وين ابو فاضل وقع، ما تدلون الشريعة وينها، ما تدلون الشريعة وينها. أما إذا أردتم قراءتها على الطريقة النجفية تحتاج إلى صبر، إلى هدوء في إيقاع اللطم، ويبدأ الإنشاد في النجف الأشرف بدون لطم الصدور. في البيت الأول يبدأ الضرب على الصدور. نبدأ هكذا: جينا ننشد كربلاء مضيعينها، بيها زينب قالوا ميسرينها. يكرر الجمهور مع القارئ هذا المطلع، ثم ينطلق في البيت الأول مع أول رفعة يد: يسر هولالها واحد فزع، أو شالحا ديضعونها بليلي وقطع. جينا ننشد وين أبو فاضل وقع، ما تدل لون الشريعة وينها. هذا الموشح بالطريقة النجفية، وهي طريقة المرحوم السيد كاظم القافشي، والتي يقلده في أدائها المرحوم والكل صار في دار الرحمة الملا وطن محمد النجفي رحمة الله عليه، وأستاذي وأخي الدكتور الشيخ عباس الترجمان رحمة الله عليه، كذلك زميلي وأخي وحبيبي الشهيد الشيخ عدنان الطيار، ورواد هذه المدرسة في الأداء الحسيني كأخي العزيز الشيخ عبد الرسول عبد الزهرة المقيم الآن في مدينة الكاظمية المقدسة. بعد نأتي إلى الوزن 11 من أوزان الشعر الشعبي، هو الميمر، الميمر. والميمر كلمة عراقية تعني الاستفهام، يعني هل مر عليكم فلان ميمر؟
ولا ما مر؟ مر أو لم يمر؟ وهذا الوزن في المنطقة الغربية من العراق، يعني محافظة الأنبار على التحديد وجزء من ديالة ومنطقة شمال بغداد، في أيام العيد يدبكون عليها دبكات شعبية على وزن الميمر، وهو من الأوزان المفرحة التي حورها قراء المجالس الحسينية لتكون من الأعمدة الأساسية في اللطميات الحسينية والرثاء. والميمر أصله الرجز، أصله الرجز، نظمه رباعي يصلح للأفراح والأتراح، وقد يضاف له ذيل أو ذيلين. ميزانه ميزان الرجز مستفعل مستفعل مستفعل، والرجز قلنا له ثلاث موازين ليس له ميزان واحد، ثلاث تفعيلات. التفعيل الأصلية مستفعل مستفعل مستفعل، القتل أولى من ركوب العاري، والعار أولى من دخول النار، أو يا نفس من بعد الحسيني هوني. أما الوزن الثاني، أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، هذا أطول من هذا. وهنالك رجز أقصر هو مثاله، أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالاتي أبي، أمضي على دين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حروبه يرتجز ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إذن ثلاث أوزان للرجز. فالميمر هو أشبه ما يكون بالوزن المتوسط من أوزان الرجز. مثاله من قصيدة لشاعر البحرين والأهواز المرحوم الشاعر الخالد ملا عطية الجمري البحراني، عندما سقط علي الأكبر عليه السلام في أرض المعركة، ولم يستطع الحسين عليه السلام من رفع جثمانه وحمله إلى خيمة القتلى. يصور ملا عطية هذا المشهد، الحسين واقف ينادي يهل الخيم، جاكم علي قومولة، شوفوا على صدر جنازته محمولة، طلعا يا ويلي من الخيم عماته، شافا علي مرمي ويجر حسراته، ومن الطبر ما تنحص جراحاته، وزينب تصب دموعها المهموله. هذا الوزن، إذن الوزن هو وزن الميمر. كيفية قراءة هذا الطور، هذا الشعر، هذا الوزن في البحرين يقرأ بهذه الطريقة. إذن الطريقة الأولى لأداء الميمر الطريقة البحرانية، طور بحراني هذا، هكذا. يا ليل خيال
لم جاكم علي قوموا له شوفوا على صدر جنازته اي محمد شافا علي ومن الطبر جراحاته زينب تصب دموعها. بارك الله بيكم. أعيد مرة ثانية. للخيام جاكم علي قوموا له شوفوا على صدر محمولة طلعان يا ويلي من الخيام عماته شافا علي مرمي ويجور حسرته ومن الطبر ما تنحصي جراحاته زينب تصب دموعها محمولة. بارك الله بيكم بارك الله بيكم. هذه مقطوعة من المقاطع الخالدة في الرثاء، وهنالك أبيات لأبي الفضل العباس عليه السلام يقول فيها: خاض الورد هيس برده وشافه، والعطش مسعب شتلته وتلافه، من نغرف غرفه ودنا من شفافه، ذبها وذكر سيد شباب الجنه. ابيات جميله للعباس عليه السلام. ولي ابيات في رثاء القاسم عليه السلام على نفس هذا الوزن وهذا الطور. أما إذا أردنا أن نقرأ رجز الحروب عند المقاتل، هل يمكن أن نغير الطور أو لا يمكن؟ يمكن. كيف يا فادي؟ يلا، نحن قلنا في استعراضنا للرجز قلنا كم طور ممكن أن نقرأ الرجز، فالآن نفس اللي طبقته على الرجز بإمكانك أن تطبقه على الميمر لأنه نفس الوزن. لنقرأ رجز، اقرأ رجز بأطوار أخرى. هل يمكن أن نقرأ الرجز بالعاشوري؟ نعم ممكن. هل ممكن أن تقرأه بالمثكل؟ نعم ممكن. هل يمكن أن نقرأه بالتخميس؟ نعم ممكن. إذن بكل الطرق يمكنكم أن تقرأوا الميمر وتقرأوا الرجز الوارد في المصارع، ومنها تنطلقون في ختام المجالس الحسينية، منها تنطلقون إلى ختام المجالس الحسينية. يعني عندما دخل العباس عليه السلام إلى المشرعة وملأ القربة مد يده إلى الماء، أحس ببرد الماء، أدناه من فمه ليشرب، ذكر عهده لأمير المؤمنين، فألقى الماء من يده وهو يرتجز ويقول ماذا يقول يا فاد؟ هذا أي طور؟ هذا رجز بطور التخميس. بارك الله بك يا فادي. يا أهل الخيام جاكم عليكم ولا شوفوا على صدر جنازته محمولة. إذن واضح صار طور التخميس.
لا أرد أغير. والله يا أهل الخيام جاكم علي قوموا لا والله شوفوا على صدر جنازته محمولة طلعن يا ويلي من الخيام عماته شافن علي مرمي ويجور سنحول المذكر والله ومن الطبائر ما تنحص جراحاته تصب دموعها زين نريد نقراها قزويني ممكن لو لا الأراجيز نقراها قزويني قال سليمان قلت يا سلمان وويلا وويلا هل دخلوا ولم يكن استئذان يا أهل الخيام جاكم علي قوموا لا شوفوا على صدر جنازته يا محمولة طلعن يا ويلي من الخيام عماته شافن علي مرمي ويجار بارك الله بكم. إذن عرفنا كيف أن هذا الميمر والرجز يمكن قراءته بكل الأطوار التي جئنا عليها في أثناء التمارين الأولى والأخيرة إلى حيث انتهى هذا الوزن بنا. نبقي الاطلاع على الوزن 12 من أوزان الشعر الشعبي إلى درسنا القادم، وإلى حيث انتهى بنا الوقت أستودعكم الله، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سقط الحسين على نار تلقى يهرولي بارد ويا ابن سعد وابن سعد في القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين يقول ضاوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه